بسم الله الرحمن الرحيم، حياكم الله، أهلا وسهلا ومرحبا بكم. معكم الأستاذ زكي الشعلة في تعليم جوجل ميت للتعليم عن بعد. معرفة أيقونة جوجل ميت، طبعا هو مخصص للاجتماعات عن طريق الفيديو، وممكن أستخدمه لطلابي وطالباتي. أيضا ممكن أسوي اجتماع متواصل ما بيني وما بينهم وأتكلم معاهم بالفيديو أو بالمكالمات، وأقدر أسوي عروض. خلنا نتعرف على الويب سايت الآن. على الويب سايت، إذا هنا الويب سايت، بعدني ما أرسل الآن الرابط، بس الآن بعلمكم. أول هنا هذا الاجتماع جوجل ميت، طبعا هنا موجود في خانة بدء اجتماع أو إدخال رمز الاجتماع. طبعا أنا إذا عندي الرابط أو عندي الرمز أقدر أكتبه هنا في الرمز وأدخل، وإذا أنا أبغى أسوي اجتماع جديد أنا أضغط على هذا الاجتماع الجديد ويفتح لي الكاميرا. إحنا قبل لا ندخل على الاجتماع نتعرف على بعض المحتويات. خلينا نروح إلى الترس هنا الموجود. شوف هنا الترس يقول لنا، إذا ضغطنا على الترس بيقول لنا أيضا بعض المهام، إن إعدادات الصوت والفيديو علشان نجرب إن الصوت والفيديو يكون مناسب. الآن بنبدأ الاجتماع وبرسل لكم الرابط عبر الواتساب. أسوي بدء اجتماع، أضغط على بدء اجتماع. تلاحظ الآن الكاميرا اشتغلت الحين، بس لأن موجود استيكر على الكاميرا أنا أسوي على الكاميرا أوف. سويت سكرت الكاميرا، لأن ممكن علشان إذا أبغى أحافظ على خصوصياتي ما أحتاج أشغل الكاميرا، وأستطيع أيضا أشغل الكاميرا. إذا شغلت الكاميرا بيطلع لي أيضا الأمور اللي أنا أحتاجها مثلا، أو أنا شخصي الكريم. وبالإضافة أقدر في الجوال أشغل الكاميرا الخلفية إذا أنا عندي دروس خاصة. الحين أسوي انضمام، لا تختاروا الحين بدء، لا بعدهم، لا تختاروا الحين بدء اجتماع. الآن برسل لكم الرابط. الآن نروح، أنا أبغى أسوي انضمام، انضم إلى الآن، أسوي مشاركة وأقدر أرسل الرابط. أضغط إلى انضم الآن يعطيني هذا الرابط. الرابط أسوي له نسخ وأروح أرسله إلى الجروب، إلى طلابي وطالباتي. أرسله إلى الجروب، الحين برسله إلى المجموعة. الآن برسله إلى المجموعة. الآن هذا الرابط، الآن نسخت الرابط، والآن بيجيكم الحين الرابط. ما عليكم إلا تضغطوا على الرابط بتشوفوا نفسكم داخلين في جوجل ميت. الآن هذا الرابط تم إرساله إلى المجموعة. الآن الرابط تم إرساله للمجموعة، وأقدر أيضا أسوي الرابط وأكتب عليه بعض المعلومات. نرجو من الطلبة دخول الاجتماع الآن، أو نرجو من الشركة الدخول الآن. اضغطوا على الرابط الحين، تقدروا تضغطوا على الرابط الآن. اضغطوا على الرابط، ضغطنا على الرابط بيجيني أنا الآن يقول أنا هل تقبل استضافة المجموعة أو لا تقبل. بيطلع لي هنا الحين، الآن بقول له هل، يقول لي هل تقبل استضافة المجموعة. شوف الآن رسالة بعد رسالة تأتي. الرمز، لا اضغطي بس على الرابط مباشرة مو على الفصل، اضغطي على الرابط مباشرة. بعدين هو بيقول الآن هل تريد، نقول له هنا باك تو، يلا الحين بشوف مين اللي دخل علشان أعرف مين معاي. أيوة موافق على الانضمام، زينب المرزوق يقول أهلا وسهلا. أحلام العابد أهلا وسهلا.
أيضا مشاهد المطوع أهلا وسهلا، أسوي له موافقة، وطبعا كل ما أسوي موافقة يدخله علي أيضا، حسين أو أم علي، أيضا نجوى الهاشم، حياكم الله أهلا وسهلا. شوف الآن هذه طبعا القائمة اللي موجودة، تشوف الدوائر اللي موجودة تلاحظوهم أنهم موجودين الآن، بس لأنه مو شغالين الكاميرا. مثلا زينب المرزوق شغال عندها المايك، نقول له زينب يا تطفي المايك أو احنا نطفيه من عندنا. طفي المايك أستاذة زينب. موافقة على الانضمام، أسوي بس موافقة. وأيضا هنا مريم أيضا سوينا موافقة، وأيضا علي العقيد سوينا موافقة. إذا في أحد مشغل الكاميرا هنا بس مخللنا على السقف، انتبهوا الآن انتبهوا. إيمان محميد أيضا أهلا وسهلا بك. موافقة أيضا خديجة، وأيضا سوينا أيضا موافقة إلى صفاء علي، وأيضا إلى كوثر الخباز. أيضا كوثر الخباز. بعد في أحد بيدخل الآن، انضموا عندي مجموعة الآن، تلاحظوا أيضا أمي إج إم أو جيمي، ما أدري مين يعني هذه المصطلحات. إذا هذه الآن اللي دخلوا معاي المجموعة، تلاحظوا هنا الوجوه هي عبارة عن الكاميرات الموجودة مع المجموعة، هذه الوجوه. إذا أستطيع حتى أعيد ترتيبها، أنا الآن ما أبغاها بهذه الطريقة، أبغاها بطريقة ثانية. إذا أنا عندي الآن، شوفوا لاحظوا في اليسار كم عدد اللي موجودين اللي دخلوا الآن 11، وأيضا عندي هنا على اليسار تشاتنج علشان أقدر أسوي محادثة. أروح أنا أضغط على الشاتن الآن، مثلا قولي أن أسألكم هل الصوت واضح، اكتبوا إلي هل الصوت واضح، اكتبوا إلي في الشاتن هل الصوت واضح. نعم واضح. زهراء السعد أيضا دخلت، حياكم الله أستاذة زهراء، مرحبا بك الآن معنا. الصوت واضح؟ نعم الصوت واضح، جميل. والآن نشوف الشاشات، الوجوه الجميلة الآن، إلا أحد مبتسم أيضا، وموجود الحروف كل واحد وحرفه وصورته وهكذا. هذه المجموعة الآن، ومن خلال الشاتنج أقدر أتواصل مع طلبتي، أقول الآن سوف نقدم العرض التقديمي، هل أنتم مستعدون؟ هل أنتم مستعدون؟ مثلا كتبت إليه وهكذا، كتبت العرض، نعم واضح جدا جميل ممتاز. الآن كتهاد الآن أبغى أسوي أيضا، أنا ما دام أسوي اجتماع، ما دام أنا أسوي اجتماع، في هذا الاجتماع أبغى أن في أحد مني ما يفهم كلامي، أو أن ما أعرف يعني ما يعرف هو، أو أنه أبكم يعني صاحب احتياجات خاصة، خاصة إلى اللي يعلمه احتياجات خاصة، يروح إلى النقاط الثلاث اللي على اليسار تحت. يعني إذا رحنا تحت في موجود كاميرا، وفي موجود مايكروفون، وفي موجود مشاركة العرض. أيضا هنا زهرة سلمان، حياك الله أهلا وسهلا أستاذة زهرة، بارك الله فيك. هنا في تحت مشاركة العرض الآن، وفي نقاط ثلاث، أضغط على النقاط الثلاث، إذا ضغط يطلع لي تغيير التنسيق. أنا ما أبغى على هذا التنسيق، أقدر أسويه على تنسيق ثاني، ممكن على هذا التنسيق، وأقدر تنسيق آخر، أستطيع يعني بأي تنسيق أنا أحتاجه أقدر أنسق تغيير التنسيق، كان هذا هو أفضل تنسيق، وهي عبارة عن مجموعة كبيرة من المشاركين. نروح أيضا، مو طالع عندك إيش إلا مو طالع أستاذة صفاء، اكتبي في الشاتن أو النقاط الثلاث، تروحي تنزلي تحت بالفارة، انزلي تحت بالفارة
وبتشوف النقاط الثلاث هذه اللي ربما ممكن يصير عند المشرف، اروح الى تفعيل، او يمكن بالجوال يعني اروح الى تفعيل الشرح، موجود هنا سي سي. ما معنى سي سي؟ هذه معناه حق الاحتياجات الخاصة. لاحظوا انا ما دام اتكلم هو بترجم لي الكلام في الكتابة. شوفوا الان هلو، ولا مثلا هلو هاو ار يو، يكتب الي في الشاشة ار يو اوكي، يس رايت جود، وهو يكتب طبعا الي في الشاشة انا الان، واشرح يكتب في الشاشة، بس ما لاحظ انه يدعم اللغة العربية، صاير يدعم اللغة الانجليزية. ما دام انا اتكلم هو على طول يكتب دايركت مباشرة الى الناس او الجمهور، خاصة اللي ما يعرفوا الكلام او ما يتكلموا، فيكون الشاشة يتكلم، هذا احسن حق الاحتياجات الخاصة، وهي خاصية جدا ممتازة بالنسبة الى استخدامات البكم مثلا اللي ما يستطيعوا انهم يفهموا كلام البشر. اضغط على سي وانهي هذا الموضوع. اذا هنا عندنا حسين او حليمي، حياكم الله اهلا وسهلا. اهلا وسهلا ومرحبا بكم. كيف الان نسوي عرض في جوجل ميت؟ علشان اسوي عرض اروح الى مشاركة العرض، اروح للمشاركة، يقول لي هل تريد ان تشارك شاشتك كاملة او نافذة من النوافذ او علامة تبويب. ايضا اذا انا خليت شاشتك كاملة بيطلع لي نفس هذا اللي موجود الحين، هذه الشاشة الكاملة، هذا نفس اللي موجود مباشرة اللي عندي. اذا اسوي له مشاركة او الغاء. يلا اذا هنا ما ابغى المشاركة، اروح الى مشاركة ثانية، اقول ابغى نافذة من النوافذ احتاج مشاركة فيها، مثلا مشاركة الواتساب مثلا، سواء واتساب او اروح اشوف مشاركة الحقيبة اذا كانت موجودة عندي. نعم هنا حقيبة المدرب المحترف، اذا هنا موافقة. اهلا حسين حليمي، سكروا الكاميرا الان، لا تخلوا الكاميرا مفتوحة، انت تشارك الان، اذا موافقة. نعم حياكم الله اهلا وسهلا. سوينا الحين بنسوي، انت تشارك الان في مع العرض الى الجميع. طيب خلينا نروح الى العرض ونفتح العرض ونشوف المشاركة، مشاركة العرض. شوف الان كيف مشاركة العرض، لان مسوينا بالزوم مشاركة في عن طريق، اذا اروح الى مشاركة هنا شيرين الى مشاركة. طبعا الان تلاحظوا الحقيبة التعليمية بتكون موجودة، واقدر اشرح اسوي عرض واشرح الى المجموعة ما دام انا عندي عرض، بس ما استطيع، ما عندي ايضا وسيلة اقلام علشان اقدر، او ممكن ايضا موجود تحت هنا، صح هنا في موجود تحت ايضا في اقلام، في قلم، وفي ايضا اقدر اقدم ايضا الشريحة واخرها ايضا. اذا هنا سويت، اروح اسوي عرض من البداية، وتطلع لي هذه العروضات، واقدر طبعا هنا موجود تحت العروضات حقت العرض نفسه، مثلا ابغى استخدم قلم او اللي هو الفاره، عندي هذا موجود، واشرح في العرض اللي موجود. طبعا هنا الخدمات اللي موجوده هي لربما تابعه الى، سواء تابعه الى باوربوينت او الى اخره. انا سويت العرض عن طريق جوجل ميت، واسوي لايقاف المشاركه، سوينا ايقاف المشاركه، اذا ما بتطلع لنا العرض في جوجل ميت، اذا انتهى العرض بالنسبه الى جوجل ميت.
نروح الآن إلى بعض المهام، نروح إلى اجتماعنا. أو أغلب طبعا يكون إلى الشركات، وقفت أنا العرض وأستطيع الآن أتكلم مع المشاركين معي في جوجل ميت هنا المجموعة الكبيرة. هذه طبعا كل ما في موجود في جوجل ميت، الله يبارك فيكم. وهنا تفاصيل الاجتماع، وهي عبارة عن الرابط على اليمين، وأيضا هنا التسجيل موجود، وأيضا هذا الزر اللي هو التلفون الأحمر يعني أنهي الاجتماع، وأيضا هنا موجود النقاط الثلاث، إذا أسوي مثلا تغيير في النسق أخلي الشاشة مليانة أو أخليها أيضا صغيرة، وهنا أيضا الشاتنج اللي موجود عندنا. جميل جميل، إذا القلم موجود عند المشرف صحيح. إذا نقول إذا ننهي هذا الاجتماع، إذا نضغط على أيضا على تليفون ونقول لهم ننهي هذا الاجتماع. بارك الله فيكم، يعطيكم العافية. هذه احتياجات جوجل ميت، جدا مفيد هذا التطبيق خاصة إلى الشركات والاجتماعات، وبالإضافة لاجتماع المعلم مع المعلمين، وكذلك في أي شركة من الشركات التعليمية، وممكن طلاب مع معلمهم أيضا. بارك الله فيكم، يعطيكم العافية والصحة والسلامة. إذا نغلق هذا الاجتماع ويطلع لنا طبعا تقييم إلى هذا الاجتماع. تقبلوا تحيات الأستاذ زكي الشعلة، في أمان الله.